طيب من الأخبار اللي حصلت امبارح نروح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. النهاردة رسميا هو آخر يوم في أجازة نصف السنة لطلاب المدارس، والترم الثاني هيبتدي يوم السبت اللي جاي 19 فبراير مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا. كل سنة وحضراتكم بألف خير. النهارده كمان هيتم فتح باب تلقي التظلمات على نتيجه الشهاده الاعداديه في الغربيه، وهيستمر تلقي التظلمات لمده 15 يوم. النهارده كمان هتنطلق المرحله الرابعه من تنسيق الجامعات الخاصه والاهليه، وهتستمر لمده 4 ايام، والمرحله الخامسه والاخيره هتبدا يوم الاثنين اللي جاي 21 فبراير. أيضا النهاردة قصر الأمير تاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية هيستضيف معرض فني بعنوان إفريقيا بريشة فنانيها، واللي هيستمر لحد يوم 2 أبريل 2022، وهيعرض إبداعات الفنانين الأفارقة المشاركين في دورات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير.